أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمن والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة من معاني سورة الفاتحة، عودة مرة أخرى إلى هذه السورة الكريمة. وقد بينا سابقا بعض أسمائها وبعض فضائلها وبركاتها، والآن نشرع في توضيح بعض، أقول بعض فقط، بعض المعاني التي ترمز إليها هذه السورة الكريمة. سورة الفاتحة هي ثالث سورة من القرآن الكريم نزلت، كما أنها تعتبر أول سورة نزلت كاملة، وتسمى فاتحة بالإضافة إلى أسماء أخرى كما سبق أن ذكرنا. تسمى فاتحة لأسباب كثيرة جدا، من ضمنها أنها أولا فاتحة للقرآن، فبها افتتح كتاب الله تعالى كما تجدون في المصحف الشريف. كما أن هذه السورة الكريمة فاتحة لصور القرآن الكريم، فهي أول هذه الصور، وهي كما تقدم معنا تجمع بإيجاز كل معاني صور القرآن الكريم. ثالثا أنها فاتحة للصلاة، إذ لا صلاة بدون فاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بمعنى ألوذ، ألوذ وأهرب وأرجع. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففيها الاتقاء وفيها الابتغاء. الاتقاء تهرب إلى الله من الشيطان ومن كل ذي شر ومن كل ذي سوء، ولكن في نفس الوقت فيها الرجاء والابتغاء، لأنك تطمع أن يحفظك الله تعالى ويقيك مما تخاف منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم المرجوم الذي أخزاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى اسم، وهو علم على واجب الوجوب بكل صفات الكمال فيه سبحانه وتعالى. وعندما نقول بسم الله فمعناها بسم الله على ما سنفعل، يعني أبدأ ببسم الله على ما سأباشره وسأقوم به من قول أو فعل أو أي شيء آخر. والباء فيها للمصاحبة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد كما نعرف هو كل وصف جميل، فأنت تواجه بنعم كثيرة جدا لا قدرة لك على حصرها،
ولا قدرة لديك على أداء ثمنها، ولذلك تحمد المنعم جل وعلا فتقول الحمد لله. والحيثيات إذن النعم الكثيرة، ومن ضمن هذه النعم كما جاء بعدها الرحمن الرحيم. فإذا من ضمن الحيثيات أنك تحمد الله لأنه رحمن رحيم، فأنت تحمد الله أولا لذاته لأنه يستحق الحمد لذاته جل وعلا، ثم تحمده على الفضائل والنعم والمنن التي متعك وأحاطك بها. وهذا الحمد ينطلق أولا من العقل، لأن العقل هو الذي يدرك، ثم بعد ذلك يشع على القلب. فإذا لمس القلب يعني قر فيه، ثم بعد ذلك يشع على الجوارح. فإذا شع على الجوارح وتحركت به انفعل الكون كله مع ذلك، فكل ما خلق الله فهو يسبح الله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الآية من سورة الحج. وهكذا فالحمد لله على أنه مستحق للحمد لذاته، والحمد لله على النعم التي نتقلب فيها ظهرا لبطن، والحمد لله ثالثا على أنه أرانا كيف نحمده. الحمد لله كما تلاحظون جملة صغيرة جدا، ولكن فيها كل الثناء وكل المحامد على الله عز وجل، ويستحق أن تقول الحمد لله على الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى المالك وهو السيد، ولا رب سواه، ولا إله غيره، فهو رحمن رحيم. وهي أيضا كما أشرت تستحق الحمد، فالحمد لله على أنه رحمن رحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، بمعنى أن رحمانيته ورحيميته من ضمن النعم التي تستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فنحمد الله على أنه هو ملك ومالك يوم الدين. لماذا؟ لأنه كما نعرف لا يظلم ربك أحدا، فهو الذي يرحم، وهو الذي ينصف، وهو الذي يجزي، ونطمع في فضله ونرجو رحمته ونخاف عذابه. وهكذا تناولنا في هذا المقطع الصغير أولا معنى الاستعاذة، ثانيا ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم، رغم أننا أكدنا فيما سبق أن الجمهور
على أنها ليست جزءا من الفاتحة ولكنها عموما تفتتح بها، ثم وقفنا وقفة قصيرة جدا على عند قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول الذي سمعتم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، هو الحي لا إله إلا هو، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.